هاي كيفكم؟ إن شاء الله إنكم تمام. That's what I hope. اليوم عنا فيديو جديد والكابتن رعد مسمار اللي هو أبوي راح يحكي لنا عن رياضة الـ IGP اللي كان اسمها IPO للناس اللي ما بيعرف إنه صار اسمها IGP. فهلا بابا راح يحكي لكم عن الـ IGP. مرحبا كيفكم؟ زي ما أنتم شايفين إحنا طالعين أنا ومنى الشغل اللي هو حصص dog training، بس حبينا نرد على طلب كتير من الناس اللي بعتولنا على الشانل على المحطة تبعتنا اللي بدهم يستفسروا ويفهموا عن رياضة الـ IGP اللي هي كان اسمها IPO اللي هي أصلاً اسمها شوتسهند بالألماني شوتسهند يعني كلب لبروتكشن. أوكي إيش هي رياضة الـ IGP وكيف طلعت وشو وضعها حاليا؟ اوكي هلا الاي جي بي اللي هي كانت الاي بي او اللي هي كانت شوتسند هي عباره عن بريد سيرفي. شو يعني بريد سيرفي؟ يعني شيء كان ينعمل قبل ما تصير رياضه علشان يشوفوا مين الكلب سواء ذكر او انثى اللي بيستحق البريدنج اللي بيستحق انه ينتجوا منه. بدأت بجيرماني بألمانيا بكلاب الجيرمان شيبردز شوفهوند. كيف بدأت؟ أوكي هلا الوركينج دوغز كانوا الناس يتغلبوا فيهم خاصة الشرطة والجيش إنه يجيبوا البابي ويتغلبوا فيه وآخر إشي يطلع ما بنفع هذا البابي. أوكي ف يعني هذا الشيء صار يعني بيسكلي يتعبوا ويصرفوا على البابي واخر شيء ما ينفع للشغل اللي هم بدهم اياه. فاجوا قالوا طب احنا ليش ما نعمل شيء انه البابي يكون الكواليتي تبعه احسن، الشانسز الفرص تبعتنا بانه يكون الجرو هذا البابي احسن بالمستقبل. اوكي فايش اجوا حكوا؟ قالوا بدنا نشوف امه وابوه ايش قدراتهم، فبالتالي الجينات راح تنعكس اكيد على ابنهم او بنتهم. اوكي ان جنرال ايش المطلوب من الوركينج دوغ؟ المطلوب من الوركينج دوغ 3 things. اول شيء نوز ورك، طيب شغل الشم، وهو هذا عملوه تراكينج. اوكي تراكينج كثير صعب التراكينج الموجود. ثاني شيء قالوا لازم يكون مطيع، لانه اذا عندك وركينج دوغ وما برد عليك مش اوبيدينت على الفاضي بغض النظر ايش واجبه سواء بروتكشن ديتكشن نو ماتر وات. فقالوا لازم يكون الكلب مطيع، حطوا سيناريو زي ما حطوا سيناريو للتراكن، حطوا سيناريو اوبيدينس اللي هو الهيلينج والست موشن داون موشن ستاند ان موشن ريكولز الامور هذه الدمبل سند داون الامور هذه. بعدين البايت ورك عض الكلب، لازم يكون الوركينج دوغ هذا عنده جينات العض انه بحب يعض وبحب يعض صح. فعملوا برضه سيناريو عشان يفرجوا الباور تبعت هذا الكلب بالبروتكشن و عشان يشوفوا هذه الامور. هلا خارج هدول الثلاث شغلات اللي هو النوز ورك اللي هي تراكن اوبيدينس اللي هي الطاعه اند بروتكشن مستحيل تلاقي شيء يطلع خارج هذا النطاق لاي وركينج دوغ امبوسيبل. اوكي فغطوها غطاء كامل. من ثم لما صار هذا الحكي عشان يشوفوا الكلب هذا بيستحق انه ينتجوا منه او لا تحولت لرياضه لانه الناس حبتها. اوكي حاليا وصلنا لهذه المرحله، مرحله الاي جي بي اللي اي بي او شوتسن، انه 3 things ثلاث اشياء الكلب لازم يعمل: تراكينج وعليها 100 نقطه 100 علامه، اوبيدينس وعليها برضه 100 نقطه، اند بروتكشن اللي هي برضه عليها 100 نقطه اللي هو بسموها قص اثر العرب للتراكينج، لوبيدينس الطاعه، للبروتكشن اللي هو الكلب وهو بيعمل بيرفورمانس تبع العض. 100 نقطه 100 نقطه 100 نقطه. ولكن هلا في شغله ثانيه، هلا الكلب قبل ما يدخل اي جي بي بده يكون ماخذ شيء اسمه بي اتش. بي اتش طبعا سالوني برضه ما شو هو البي اتش، فهلا بدنا نقول لكم شو هو البي اتش. اوكي هلا البي اتش عبارة عن زي شهادة certificate الكلب لازم يمرق عنها،
شغلتين لازم يعملهم، لازم يعمل obedience off leash on leash، بس obedience off leash on leash و temperament test، بدهم يفحصوا شخصية الكلب. الكلب لازم يكون، ما لازم يكون aggressive أو بخاف أو 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 أو. فبيسكلي في 60 علامة على ال performance تبع obedience اللي هو on leash off leash، اللي هو إشي مو كتير معقد يعني. long down stay healing sit in motion down in motion with recall، بس that's it. والtemperament test اللي هو فحص شخصية الكلب إنه يكون ما بخاف، ما عنده aggression، الأمور هذه. هلا بس يتخطى الكلب البي اتش بيقدر يفوت على الاي بي او. سؤال تاني سألت عنه رح أجاوبكم عنه هلا بهذا الفيديو، اللي هو إيش الكي كي ال اللي هو الكورين كور كلاس. الكورين برضو بريد سيرفي، الكلب already لازم يكون عنده اي بي او تايتل، لازم يكون عنده اي جي بي تايتل الكلب عشان يفوت على الكورين. وايش بيعمل بالكورين؟ تو ثينجز. الكورين بيعمل الليربر شويه اوبيدينس، والعضه المفاجئه اللي بيطلع منها الهيلبر من البلايند اللي الفيميل بتعرفوها. والشغله الثانيه بفحصوا الكلب سنانه، هيز تيستيكلز، هذه الامور لازم تكون بيرفكت عشان ياخذ كورين. وبرضه فيها شويه كونفرميشن انه كيف جماليه الكلب. هيك اعتقد اني غطيت لكم مفهوم البي اتش، صرتوا تعرفوا مفهوم الاي جي بي اللي هي الاي بي او اللي نفسها تشيتسن، غطيت لكم الكي كي او. اذا عندكم اي طلبات ثانيه تقدروا تبعتوا لي على صفحتي، صفحة رعد مسمار على الفيسبوك، أسئلة، أو بتقدروا تبعتوا دريكتلي كمان على الشانل اليوتيوب شانل تبعتنا أنا ومنمن. وأنا كتير بكون مبسوط إني أجاوب أسئلتكم واستفساراتكم وتطلباتكم. طبعا إحنا أنا ومنى شغالين على موضوع رفع الوعي عند المجتمعات العربية بموضوع الكينينز in general، سواء انت بدك competition dog، سواء انت بتشتغل باللaw enforcement بدك تطور نفسك، سواء انت بس عندك كلب هيك companion تحبه. So no matter what راح نحاول نضل نرفع الوعي، واي استفسارات اي شيء بفيد المجتمعات العربية من ناحية الكينينز كلاب تحديدا احنا دائما جاهزين بالخدمة. وبليز ما تنسوا لايك شير and subscribe. Thank you. ومعكم منمن. Thank you for watching. شكرا انكم حضرتونا، واحنا يعني انا شخصيا كتير بحب المتابعين تبعونا، وبس بدي اشكر انه عن جد انتم كتير معطينا دعم، انه صراحة انا بتحمس انه خلص اليوم بدي اعمل فيديو. انا كتير مبسوط انه السبسكرايبرز رح يحضروني، وانا كتير بحبكم. شكرا انكم حضرتونا. Like, share, subscribe. Bye.